دائرة الأحوال المدنية تواصل إصدار البطاقات الانتخابية والتسجيل في جداول الناخبين للانتخابات النيابية المقبلة من خلال 74 مكتبا في مختلف محافظات المملكة. وفي ذات السياق، طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من دائرة الأحوال إلغاء 4000 نموذج انتخابي بعد فقدانها أمس أثناء عملية توزيعها على مكاتب الأحوال في كافة أنحاء المملكة. الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بنيهاني قال لقناة رؤيا إن دائرة الأحوال باشرت بإجراء تحقيق لمعرفة مصير هذه النماذج تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية. الأحوال المدنية قامت بتوزيع البطاقات الانتخاب على كل مراكز توزيع البطاقات في المملكة، وطبيعي أثناء التوزيع أن يحصل بعض الأخطاء، فتم فقدان عبوة فيها حوالي 4000 بطاقة فارغة، بمعنى أنه هذه نماذج ليس فيها أي معلومات. تم الإعاز لدائرة الأحوال المدنية من قبل الهيئة بإلغاء هذه البطاقات، أصبحت لا قيمة لها على الإطلاق، ومن ثم من يستخدمها بشكل أو بآخر يقع تحت طائلة المسائلة القانونية، لأن المادة 61 من قانون الانتخاب ينص على عقوبات بهذا الخصوص، وبالتالي هذه البطاقات لا قيمة لها، ويتحمل المسؤولية أي شخص يعني تقع بحوزته. وبالمقابل الهيئة يعني طلبت من دائرة الأحوال المدنية تشكيل لجنة للتحقيق، وشكرت هذه اللجنة، وسنطلع المواطنين على نتائج هذه اللجنة بالإضافة إلى تحقيق جنائي أيضاً.